السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وصبحكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور، ويوم جميل موفق على الجميع بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم فيه الخير والبركة وتحقيق الأمان يا رب العالمين، والله يبعد عنا وعنكم كل شر ومكروه يا رب العالمين. استأنسوا بيومكم، يومكم جميل وموفق. موضوع خبرتكم عنه من قبل، ولكن سبحان الله كثير من الناس ما يستوعب الكلام اللي ينقال واللي يعني الواحد يجلس يتكلم فيه، سبحان الله بخبركم عنه بعدها. انضم معاي في هذه اللحظات الأستاذ مسعود القساسي، يسعد الله أوقاتك يا أبو أسعد. وأوقاتك وأوقات متابعينك الطيبين بكل خير بإذن الله تعالى. عموما جماعة الخير، الموضوع اللي باغى أكلمكم عنه كلمتكم عنه سابقا وخبرتكم إنه ما كل شيء نشوفه في السوشيال ميديا نصدقه. في بعض الأخوة المشاهير وبعض الناس يبى يزيد مشاهدات، وشاف مشاهدات وقلت يبى يزيد مشاهدات بأي طريقة. هل هذا الموضوع اللي طرحه موضوع مفيد صح، ولا موضوع ما مفيد وغلط ما يهمه؟ سبحان الله، بس باغي يثير الرأي العام، وباغي بس يثير يعني الجدل في المجتمع ويسوي بلبلة بطريقة أو بأخرى. فلذلك ما كل شيء نشوفه نصدقه، ما كل شيء نشوفه نتفاعل معاه. جماعة الخير، الواحد يحكم عقله في كل شيء يسويه، والسوشيال ميديا فيها الصالح وفيها الطالح، فيها المفيد وفيها الفساد، فيها أشياء كثيرة حقيقة. ولا ذاك أبو أسعد شاطرك الرأي أبو حميد، الله يعطيك الصحة. السوشيال ميديا فعلا يعني مملوء بمحتويات زينة وغير طيبة، وفعلا كما تفضلت أنا ما أصدق كل ما يطرح من قضايا داخل السوشيال ميديا. أنتقي المحتوى الطيب وهو فعلا يناقش قضية مجتمعية أو أي كانت مفيدة أتفاعل معها وأبدي برأي. أما في بعض القضايا أو المحتويات حقيقة ما في داعي أتفاعل، يعني أتركها على جانب ولا أدوش رأسي. صحيح. لأنه أغلبيته مثل ما قلت مشاهد مفبركة، وأحيانا معمد لزيادة المتابعين أو المشاهدات، وهذا أصبحت اليوم الحمد لله رب العالمين واضحة ومكشوفة أبو حميد. فننتقل حاجة طيبة، والناس تعرف أنت تعرفه بعيد الشال، واحد الله سبحانه وتعالى ميزه بالعقل. فانتقوا الشيء المفيد لكم، انتقوا الشيء اللي يبعدكم عن يا حيكم وسهلا. طبعا اليوم وجيتنا الى ولاية صحم باذن الله تعالى برفقة الاستاذ مسعود، واسعد من ذيك الحين يربط مصره ويبطله ويعقده، والعم محمد شكيلي، وكذلك الاستاذ العزيز استاذ خميس، يعطيكم الصحة والعافية وصوب صحم، والحافظ الله في زيارة للأخوة هنا في ولاية صحم، وتوكلنا على الله.